معايا دلوقتي على الهاتف واحد من اهم نجوم منتخب مصر تاريخيا واهم نجوم منتخب الزمالك، واحد من اهم اللاعبين اللي مروا على كرة القدم المصرية على مستوى الأداء وعلى مستوى كمان الأخلاقيات، الكابتن الكبير كابتن أيمن منصور. يا كابتن أيمن، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. نورك يا كريم، وسعيد بيك وسعيد بالسادة المشاهدين. حبيبي ربنا يخليك يا رب. يا رب يخليك يا كابتن أيمن. طيب بالتأكيد لازم في البداية أسألك عن منتخب مصر، وأنا عارف دايما إن كلامك فيه إيجابية. كلنا كنا زعلانين من اللي حصل في مباراة موزمبيق، بس عايز أسمع منك أكتر شكلنا المفروض يكون عامل إزاي قدام منتخب غانا المباراة اللي جاية إن شاء الله. يعني إن شاء الله أنا برضو يعني عايز أقول إن إحنا يعني في المباراة القادمة ديت لازم طبعا يبقى في رد فعل جامد جدا جدا للي حصل في المباراة السابقة بتاعت موزمبيق. انا شايف ان اللعيبه عليها عامل كبير جدا جدا انها تبذل كل مجهود عشان تقدر يعني على الاقل ترضي الجمهور المصري. يعني فانا شايف ان هم المباراه اللي فاتت خلاص يعني ده كل حاجه شيء كل شيء وارد في كره القدم. المباراه اللي فاتت صفحه وانطوت خلاص، لكن ده بيخلي ان شاء الله كل اللعيبه عندها الاصرار والعزيمه ان هم يبقى في مكسب وفي ارضاء للجمهور وفي ان هم الطموح ان هم عايزين يوصلوا لسه للدور اللي بعد كده. فانا شايف ان هم عليهم ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني يبقى في تكاتف في جديه وفي قائد معاهم طبعا محمد صلاح ان هم قادر يعمل ان شاء الله لم ينفرق كويس يكلمهم كويس يحسهم على المباراه اللي جايه. بغض النظر بقى عن التشكيل او الطريقه او الشكل ايه، فانا شايف ان هم عليهم انا عارف ان هيبقى عليهم ضغط كبير، لكن لعيبه مصر الحمد لله يعني معودانا دايما ان هم دايما دايما يبقى عاملين شغل كويس جدا جدا في المباراه اللي جايه واصرارهم ان شاء الله ان هم يمثلوا منتخب مصر اللي هو حصل على البطوله دي سبع مرات يعني. ان شاء الله وتبقى تمنع على ذكر ما قلته دلوقتي يا كابتن ايمن. طيب على ذكر اسم محمد صلاح وحضرتك بتتكلم، محمد صلاح دايما لو المنتخب تعثر او حصلت نتيجه مش عجبانه قوي بعض الجماهير تحمله كل شيء، بيبقى راي حضرتك ايه في هذا الامر؟ لا حرام حرام يعني ده بشر هو يعني. طب ما هو بقى يبقى هو ب 11 لعيب اللي هو مش ما بيبقاش مسؤول على مثلا هدف بيخش مرمى او لا. شفت انت محمد صلاح العزيمه بتاعته صح يعني حتى في الهدف او ال شفنا الشكل او الكاميرا جت عليه بيبقى عامل ازاي يعني. فحرام ان احنا نحمله اكتر من طاقته يعني، بس احنا يعني الجمهور المصري عايز يبقى صلاح كل حاجه وده هو كل حاجه فعلا، بس يعني برضو الاجواء اللي هي بيشتغل فيها انا شايف ان هو ما شاء الله يعني بيأدي الأداء بيتحمل كتير كتير جدا 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 من الضغوط، لكن ان شاء الله باذن الله قادر محمد صلاح يغير حاجات كتير جدا جدا الفتره اللي جايه. لكن انا ما حملوش ان هو مباراه او هزيمه او هدف او لا، لازم برضو احنا ده بشر وبشر برضو لازم يعني الحاجه بتاعت محمد صلاح طبعا او الاداء بتاعه طبعا ده حاجه كبيره جدا جدا. كل العالم برضو يعني بيلعب في فريق كبير زي ليفربول، فانا شايف ان محمد صلاح لا ليه دور، بس ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه مش هو بس اللي هيعمل، لا انا شايف اللعيبه كلها هو بقى في وقفه معاهم في كلام معاهم يعني ده المباراه اللي جايه ما فيهاش هزار يعني. فانا شايف ان محمد صلاح برضه حرام ان احنا نحمله النتائج اي مباراه يعني مش هو يبقى هيدافع ويهاجم لا احنا عايزين برضه ان احنا معانا لعيب كبير جدا اسما وتاريخا وبيمثل بلده، ف الناس مستنيه
مستنيه الحاجات الحلوه كلها من صلاح. صحيح. فانا شايف ان مش عايزين نحمله اكتر من طاقته يعني. صحيح. كابتن ايمن، النهارده وامبارح السوشيال ميديا كل جماهير نادي الزمالك، حتى جماهير نادي الزمالك اللي ما حضرتش الكابتن ايمن منصور في الملعب، ويا حظ وحش اللي ما حضرش الكابتن ايمن منصور وهو بيلعب كمان، يعني مهاجم كبير وعظيم، الناس كلها بتحتفي بذكرى هدف تاريخي ليك في كاس السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. انت لما بتشوف مشاعر الجماهير دي، حتى الشباب الصغير دلوقتي وهي تتحدث عن الهدف وتتكلم عن الكابتن ايمن منصور حتى لما شافوش الكابتن ايمن منصور، قول لي احساسك دلوقتي بيبقى عامل ازاي يا كابتن ايمن؟ لا هو الهدف يعني بعد يعني انت بتتكلم في 30 سنه حاجه الواحد وما زال التقدير موجود جداً. طبعا طبعا انا ببقى سعيد جدا جدا طبعا ان الهدف جمهور فاكره، وجيل كبير جدا جدا يمكن حاضر المباراه ديت وسنين كبيره فانا ببقى يعني بعد 30 سنه ده فاكره الهدف دوت، انه كان بطوله خارج مصر بين زمالك واهلي، ويمكن الزمالك حصل على البطوله وحصل ان ده كاول كاس سوبر بيتعمل بره مصر. طبعا يعني حاجه كبيره، وببقى سعيد جدا طبعا بالهدف دوت، وان بعد 30 سنه في ناس فاكراه وفي جمهور سعيده بيه جدا جدا. صح. بس ده كله بيجي ان الواحد برضه بيجتهد، يعني لما بيجتهد في حاجه بعد يعني السنين ديت، مش يعني مش كل حاجه تبقى الماده لا. أيوة. لكن انا بقول برضه للعيبه ان في بطولات بتتكلم عنك، في تاريخ بيتكلم عنك، فالتاريخ ده يعني يكفيني ان انا فرحت جمهور نادي الزمالك بكاس السوبر واول كاس سوبر بتعمل، فطبعا انا ببقى سعيد جدا لما بعد 30 سنه الجمهور بيفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى اداني اللقب ان انا ابقى صاحب الهدف دوت الكبير اللي هو قدرت تسعد بيه. بس لما انت بتبقى بتجتهد فربنا صح. دايما بيكافئك. صحيح. بيكافئك ان هو دي بيديك حاجه حلوه زي جون السوبر كده ان شاء الله. صحيح. كابتن الكبير كابتن ايمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.